شاهدينا، خلينا دلوقتي نروح نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أن وزارة البيئة هتحتفل باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون لعام 2024 تحت شعار بروتوكول مونتريال تعزيز العمل المناخي. بتوافق الاحتفالية مرور 37 عام على توقيع بروتوكول مونتريال اللي تم في 16 سبتمبر عام 1987، واللي بيعد أول اتفاقية في مجال حماية البيئة بموافقة كل دول العالم، وبتشهد الاحتفالية تدشين مبادرة شارك في الحل لتعزيز العمل المناخي والحد من الآثار السلبية لتغير المناخ. النهاردة هتبدأ الجامعات الحكومية في استقبال الطلاب الجدد المرشحين من مكتب التنسيق لإجراء الكشف الطبي عليهم، وده في إطار استعدادات الجامعات لانطلاق العام الجامعي الجديد المقرر له يوم 28 سبتمبر الجاري. النهاردة بتعقد بأبوظبي الدورة السادسة من المنتدى العربي للمياه بالتزامن وبالمشاركة مع انطلاق المؤتمر العالمي للمرافق في جلسة افتتاحية موحدة، مما يمثل منصة تفاعلية مهمة بين مختلف القطاعات والجهات المعنية لبحث التحديات المشتركة المتعلقة بأمن المياه في المنطقة العربية والعالم وإيجاد حلول مبتكرة لها. النهاردة لعشاء الكرة الإيطالية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري، هيلتقي بارما مع أودينزي في تمام الساعة 7:30 مساء، وفي 10:45 هيلتقي لاتسيو مع هيلاس فيرونا.